شيبس ليكس يتمنى لكم رمضان كريم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم وصحة فطوركم، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج قسرة سبور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أول قناة إلكترونية في الجزائر، قناة زير تيوب، يأتيكم دائما في السهرة للحديث عن أهم ما يجري في الكرة الجزائرية وفي الرياضة عموما. سنتحدث اليوم عن المنتخب الوطني الذي تعادل أمام جنوب إفريقيا وأقنع في نفس الوقت بيتكوفيتش، كسب الرهان نوعا ما في أول تربص. سنتحدث عن الفضيحة التي ضربت الكرة الجزائرية اليوم، لجنة الانضباط أصدرت قراراتها الأولية باستدعاء لاعبين من اتحاد وتسوف وكذا من مولودية البيض. سنتحدث عن البيان الذي أصدره وكيل الجمهورية أيضا اليوم بفتح تحقيق في قضية وفاة اللاعب الشاب جزار. سنتحدث عن كل هذه هي الأمور بحضور محلل قناة زيرتيوب إبراهيم شاوش، مرحبا بك معنا. صح فطورك خويا وصح فطور المشاهدين الكرام ومرحبا بالضيف الكريم. صح فطورك إبراهيم. الياس بوكريا بطل إفريقيا، بطل السوبر الإفريقي، ألقاب عديدة مع وفاق سطيف، مرحبا بك معنا وصحة فطورك وصحة رمضانك. مساء الخير عبد النور، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. وعندي بزاف ماشي إبراهيم كما يقولوا، صافي بليزير راني معنا إن شاء الله. لعبنا كيف جاسك صح سيبري، سعداء بتواجد الياس. وقبل أن نبدأ العدد، الياس عظم الله أجركم لأنه كانت هناك وفاة في عائلة بكرية. شكر الله وسيكم وربي يرحمه إن شاء الله جدي، إن شاء الله ربي يرحمه ويجعله من أهل الجنة. إبراهيم، البداية ستكون بالحديث عن المنتخب الوطني كيعني قراءة أولية لمباراة جنوب إفريقيا. إبراهيم، يعني بيتكوفيتش يعني كسب الرهان في شوط المدربين. لا هضرنا ككل على المباراة، نظن بلي كانت مباراة ممتعة، 6 أهداف يعني الحق شفنا مباراة كما يقولوا كان فيها النسق عالي، مستوى كروي جميل، ومرة أخرى يثبت المدرب بيتكوفيتش أنه عنده لكوداي دو لونترينر. الشوط الثاني قام ببعض التغييرات، شفنا الفريق تحسن، ومشي سهلة تعود جنوب إفريقيا مرتين، اللي هو لعب نصف نهائي كأس إفريقيا الأخيرة ودى المرتبة الثالثة. أكيد إبراهيم، الياس في الكواليس قلت لي بأنه شفت المباراة وراضي عن المردود المقدم من التشكيلة الوطنية، قلت لي بأنه هناك انطباع بأنه القادم سيكون أفضل للتشكيلة الوطنية. لا شيء أكيد، لما تسأل أي مناصر للمنتخب الوطني يقول لك أنا جوست ساتيسفي كما يقولوا، أنا فرحان وأنا متفائل بأنه القادم أفضل، هذا شيء أكيد. الآن هذا مدرب جديد، لعبنا مقابلتين وديتين، هو الآن في ورشة ويريد أن ولو أنه ما عندوش الوقت، ولكن يريد ولو 70-80% أنه يخرج المنتخب اللي راح يواجه التصفيات في شهر جوان. شفنا منتخبين في المباراة الأولى منتخب، والمباراة الثانية منتخب، يعني تشكيلة مغايرة، ولكن النسق والأداء كان في تصاعد خاصة في الشوط الثاني. لما نتكلم على الأداء نتكلم على اللاعبين من ناحية الفردية، ما نتكلموش من ناحية جماعية لأن فيها عامل ينتظر المدرب لأنه 3 خطوط، لكن من ناحية الفردية شفنا أشياء جميلة، شفنا أشياء تبشر بالخير، لاعبين متعطشين قادرين يمدوا المنتخب. ما نقدوش نحكموا على الأخطاء الفردية لأنه مقابلة تاع يعني أمام منتخب اللي عنده سنوات وعمار بعض، عنده لاعبين ينشطون في نادي واحد، عنده لاعبين ممتازين، عنده منتخب اللي خرج من الدورة الماضية في المركز الثالث، عنده منتخب عنده مستوى. لهذا شفنا يعني الأشياء اللي احنا نحوس عليها بغض النظر عن المنافس، لأن يعني المنافس أنا قلت لك وش يسوى. احنا كمنتخب جديد 50% لاعبين جدد، يعني الاشياء تبشر بالخير مع العمل مع يعني مع الاشياء اللي حيجيبها المدرب، مع النظره تاعو لانه عنده تفكير. شفناه في الشوط الثاني، من النادر ان ناخب وطني يغير من التكتيك 3 مرات، وهذا الشيء لاحظناه في الشوط الثاني واعطى الايجابيه تاعو. اكيد ابراهيم، يعني بخصوص الورشه التي تنتظر بيتكوفيتش، نتحدث نوعا ما عن حراسه المرمى، ولو انه في المباراة الأولى شارك مونضرية وفي المباراة الثانية شارك زغبة، إلى أنه تلقينا يعني 5 أهداف
كاملة في مبارتين. وبالحديث عن حراسة المرمى يجب أن نتحدث عن الدفاع، دفاع الذي ارتكب أخطاء ساذجة. ماندي في مبارتين ارتكب خطأين، ربما الورشة الأهم هي الدفاع وحراسة المرمى. شوفوا الله غير بون فيما يخص حراسة المرمى، أنا نظن باللي موندريا بدرجة أقل زغبة بنبوت كلهم عندهم مستوى، نظن بلي ما عندناش مشكل في حراسة المرمى. المشكل الأساسي خاصة في لقاء البارح، يعني عندما تشوف بلي احنا ما نقولوش بلي المدرب غامر، ولكن لو كان المدرب جاي يحوس على النتيجة البارح كان ما يبدلش الدفاع تاعو، اللي على بالك بلي جيتون وماندي ومداني أول لقاء بيناتهم ضد من؟ ضد فريق جنوب إفريقي متماسك. يعني هنا نشوفوا هنا المدرب راهو صح في ورشه وراهو يشوف اللاعبين وعطى لا شونس، باسكو نقول لك علاه في السابق القريب ولا الماضي القريب التشكيله تاعنا كانت معروفه، جمال بالماضي ما كانش يغير وما كانش يجيب لاعبين جدد وما يجربش وما جابش من البطوله، هذا الى يكوراج بون جا مداني الى في جوي باش يشوفوا. لازم باش تحكم على انسان لازم تشوفوا تعطيلو لو طون جو. مثال نعطي لك انا مثال بقرار اليوم اكتشفنا باللي بقرار مشروع مهاجم مستقبلي، قندوسي عنده الامكانيات باش يمد ان بلوس في المنصب تاعو، وما يخفش عليك باللي بعوده بن ناصر الى وسط الميدان وبالك الناخب الوطني يعود يلعب 3 5 2 كاريمون 3 في اللاكس، هذه من الامكانيات. انا نقول لك باللي اللقاءين تاع بوليفيا وجنوب افريقيا كانوا لمعرفة اللاعبين ومعرفة مادة التأقلم تاعهم في كما يقولوا مع الفرق هكذا اللي تدير مشاكل اللي تلعب فرق اللي تستحوذ على الكرة، جنوب افريقيا يستحوذوا على الكرة. وما يخفاش عليك باللي اكتشفنا البارح باللي ايت نوري يقدر يكون امبيليو غوش. اكيد بالحديث عن ايت نوري هذا يثبت لياس بانه بيتكوفيتش لديه فكر تكتيكي، يعني مرن تكتيكيا، يعني استعان ب ايت نوري في الشوط الثاني في وسط الميدان مثلما يلعب تماما في ويلفرهامبتون في انجلترا. هذا اكيد احنا دائما نستغل نقاط القوه تاع اللاعب، يعني اللاعب نقاط القوه اللي يمتاز بهم نسيو نمدوهم له ويكون اكثر اريحيه، يعني باش يعطيك الاضافه في فوق ارضيه الميدان. شفناها البارح قبل ما نولوا المستوى تاع ايت نوري من ناحيه الانضباط التكتيكي. ايت نوري في فريقه ليس ايت نوري في المنتخب باش نكونوا، لانه الاسلوب ولا الطريقه اللي يلعب بها في ولفرهامبتون مغايره للطريقه اللي يلعب بها في المنتخب. هذه الاشياء اللي خلتنا البارح نشوفوا عيوب من جهه اليسرى. احنا لما تكون لقطه من جهه اليسرى نقولوا يعني الخطا ايت نوري لانه ارتكب من جهه اليسرى، لكن هي في التغطيه ايت نوري يترك كثير الفراغات، وهذه الاشياء لازم مع مرور الوقت انا اكيد ان المدرب حيعمل عليها، لانه باش لعب ايت النوري ولا عطال اللاعبين اللي يعني عندهم نزعه هجوميه لازم دائما تكون عندك تغطيه كوفرتير. وهذه الاشياء البارح شفناها احنا رانا في مقابله وديه باش رانا نخرجوا الاخطاء باش نصححوهم مستقبلا. يعني هذه الاشياء اللي اما من ناحيه الهجوميه شفناه في كل مره يصعد يصنع الفارق، وهذا الشيء اللي خلى المدرب وعارف بانه في فريق ويلعب وسط ميدان مؤخرا ويلعب وسط ميدان هجومي على الجيوسي، نقول احنا الرواق الداخلي اللي عطى يعني عطى كثير من الايجابيات. البارح شفنا استغل هذا الشيء في الربع ساعه الاخير ومد يعني حلول كثيرة للاعبين وعطى كرات ساهم هجوميا. وحتى من ناحية دفاعية كنا آلاز، يعني منذ دخول حجام ولو 10 و 12 دقيقة الأخيرة، لأنه المنتخب جنوب أفريقي مبقاش يلعب في الجهة هذيك. قلت لك ونعود لك المنتخب الآن راه في ورشة وكل لاعب عليه أن يعطي ما يملكه، يعني نقاط القوة تاعه هو، لأنه كل لاعب عنده بروفايل تاعه. عبد النور يعني أنت واش تمد للمنتخب؟ المدرب عليه أن يوظفك في واش تمد أنت يوظفك المدرب. الياس أنت لعبت في المستوى العالي وأنت كنت ظاهر أيسر، يعني تقريبا نفس المنصب تاع أيت نوري. لو نعطيك الآن أيت نوري في أي مركز ستوظف أيت نوري؟ هل ستوظف أيت نوري كظاهر أيسر يعني بطريقة عادية في 4-3-3 أو ستوظف أيت نوري كوسط ميدان أو كجناح أيسر؟ نعطيك حاجة، أيت نوري لما استعمله لا أضع أمامه لاعب رواق،
اتركه يعني لاعب وحده، لانه 3-5-2 لو لاحظنا في الشوط الاول او في المباراه او كل ما يلعب لما يكون عنده لاعب امامه نصيبه يعني يصيب صعوبات، لانه راح يغلق عليه يعني الرواق، وراح يخلي الخصم يعني بعدد كثير كما نقول احنا 2 3 جوار قدامه. لكن لما ياتي من الخلف ما يكونش كاين جوار اللي يقولوا الزميل تاعو راح يلقى لي زيسباس، وهو واحد ضد واحد شفناه البارح يعني لاعب مهاري يقدر يتجاوز اي لاعب عادي. لهذا نظن انه راح يكون ملك الرواق ويخلي التغطيه سواء بادخال مدافع ايسر يعني تيب ولا يدير ميليتيرا ولا ستوبر غوش. اكيد هذه الاشياء. ابراهيم لو نسالك سؤال وجيه، من هو اللاعب الذي لفت انتباهك، اللاعب اللي شفته في مباراه جنوب افريقيا انه هذا هو المكسب الكبير في وديه جنوب افريقيا؟ شوف نجاوبك ولكن بطريقه اخرى، انا ما حش نتكذب لك على ياسين ابراهيمي لاننا نعرف ياسين ابراهيمي ولا بنزيه اللي سبق والجاز الفريق الوطني وكان في ليون وكان مبشر باش تكون عنده غروند كارير لا غالب تي سي دي فوا سا مارش با في لا كارير تاع انسان. ولكن زوج لاعبين اللي فهم انتباهي يعني انا نقول لك سيد اللي هو بقرار باسكو خاصه في البوست هذاك ولا رابيديتي اللي عنده لا تكنيك، وما تخفاش عليك باللي اون دو ماتش عنده دو باس ديسيزيف باش تعرف، ولعب قندوسي حقيقه هادو انا ليا مكسب باسكو من قبل ما كناش نجربوا اللاعبين وما كناش نعطوا لا شونس اللاعبين باش نشوفوهم، كنا نمشوا بسليماني بونجاح سليماني بونجاح ورانا رايحين. اليوم عندك لاعب في عمره 22 سنه يلعب في البطوله الامريكيه في الامالاس، ما تقوليش باللي البطوله الامريكيه مستوى تاعها ضعيف، هذه ماهيش بطوله تاع خليج ولا بطوله تاع راهم يشطوا فيها لاعبين كبار وعندهم ريتم عالي والكره الامريكيه تطورت. وليد انا نقول لك بكرار قندوسي بور موا سي ريفيلاسيون ومكسب للمنتخب الوطني مستقبلا. اكيد. ما هو تعليقك على اداء مداني؟ البعض يرى بانه اول مباراه لمداني كانت شوف متوسطة المستوى، البعض يقول بأنه لا يمكن أن نحكم على لاعب وعلى أدائه في أول مباراة. شوف بحكمي كمهاجم ونعرف يعني كما نقولوا التخمام تاع لي ديفونسور سونترو، شوف مداني لي بون في الجوتات، مداني عنده ان تري بون رولونس فلا كوفرتور. المشكل الواحد اللي عنده اللي هو لو 1 كونتر 1، في لو 1 كونتر 1 مداني الي ان بو لور باسكو سي دي بروفايل لا غالب عليك سي دي بروفايل. انا نظن باللي مداني ما يقدرش يلعب مع ماندي لان ماندي ليس باللعب اللي ياخذ كاريمون لافون سنتر ياخذو اون شارج. لذا مداني وقتاش لقى صعوبات؟ مداني لقى في الان كونتر ان صعوبات في الهدف الثالث، باسكو الهدف الاول غلطه تاع ابراهيم من بعدها ولات موفي ديغاجمون ما نقدرش نلومو باسكو يا بالك ان بيتي روبون ولا، مي الهدف الثاني والثالث سي لو 1 كونتر 1. وشفنا مداني علاش كي تشوف ان جوار يركول سا فو دير يهرب لا كونفرونطاسيون، سي دي بروفايل. حنا ماش نقولوا مداني ماهوش لاعب نو او كونترير، انا بوتيتر جوري مي انا ليا كان نغيز بيسك المدرب المساعد اللي هو نغيز ويعرف البطوله الجزائريه، انا ليا كان يسبق بالعيد اللي هو عنده خبره شويه في لاكوب دافريك، كان في قائمه كاس افريقيا، كان في القائمه ودا لا كوب دو لاكاف، لعب كونتر الاهلي في السوبر كوب، اكتسب هذيك الخبره اللي تخليه هو ما يلعب لقاءات كيما هادو. ولا يعني او ديبار ابراهيم نقاطعك هنا انا نظن انه بحكم انه يلعب بالرجل اليسرى يعني مداني يلعب يعني كان عنده افضليه انه يدخل في على بالعيد، افضليه على بالعيد انه يدخل من جهه مدافع محوري ايسر، هذا الشيء اللي خلى المدرب ربما يخمم في هذا الكوتي. ولكن انا شوف انا جو بلان با مداني او كونترير، شوف الى غاني دي ديال عنده اون بون رولونس شفناها، مازالت له كيما يقولوا في لو 1 كونتر 1 سي دي بروفايل، قلتها لك باسكو كي طيح مع لي زاتا كونتر افريك دي سود هادو يديروا 73 كيلو سو رابيد يضربك الاولى راح سي بون. مي ما نقولوا بور ان ديبي انا جو بونس بلي دار اون بارتي اونيت دار اللي عليه وخرج الماتش تاعو. لا اكيد نضيف شيء اخر بالنور، احنا ماناش نلومو في المدني انه اخطا ولا
مدني ستان ستوبر ماهوش ارياتيرال اللي باش نلومو على الكوت. انا قلت لك مقبله في التغطيه، احنا الان في التغطيه لما تسيب لاعب مهاري ولا لاعب اللي يلعب بالرجل اليسرى في الجهه اليمنى يلعب بالجهه اليسرى، لازم يكون عندك واحد ولا اثنين، اي لي مدافع في العالم واحد ضد واحد ويكون في هذيك الوضعيه راح يعمل واش عمل مدني. انا ديفونسور في الهدف الثاني، صعيبه في الهدف الثاني والثالث. ابراهيم باسكو علاه الهدف الثاني جو بونس كانت اون موفيز كوف ماشي موفيز ليكتور. نقول لك علاه شت لا باس اون بروفوندور الشيء اللي يلام عليه ابراهيم في التغطيه، الشيء يلام عليه لا ابراهيم كذا في التغطيه، واللي يلام عليه انه يخلي كثير لي زيسباس، وهذا الشيء ما تخلي 3-4 متر اللي صعب عليه لانه المهاجم لما تخلي له خلاص يعمل فيك لما تصغر له راح تشتت له افكار، راح تخليهش ما تخليش يخمم واش يعمل بالكره. لهذا انا نظن هذه الاشياء، ولكن اشياء بسيطه وراح يديرك صح يعني تتصح مع اكيد ابراهيم والياس في ان واحد. هناك بعض الاسماء في تربص شهر مارس يعني فقدت يعني نقولوا بعض الاصوات يعني لدى الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. نتحدث مثلا عن بن طالب الذي منحت له الفرصة في المباراة الأولى وكذا في المباراة الثانية، لكن باتفاق الجميع لم ينل إعجاب يعني المتتبعين ولا الأنصار ولا الخبراء. هناك أسماء أخرى مثلا يعني بونجاح لم يسجل لا في المباراة الأولى ولا في المباراة الثانية. نتحدث مثلا عن شيبي الذي كان ينتظر منه أن يكون يعني النجم الجديد للمنتخب الوطني، يعني لم يظهر بالشكل المطلوب في المباراة الأولى. نتحدث عن عوار بالأمس أيضا كان مستواه يعني فوق المتوسط نوعا ما. جيتون، هذه أسماء يعني فقدت يعني بعض الأصوات لدى الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. شوف لو كان نروحوا كابار كابون، خلينا بن طالب وش هنقول لك، بن طالب سي باولو بن طالب تاع توتنهام، نطالب بلا ريغريسي فو دي لا فيريتي. وحنا لقينا روحنا على بالك بلي لقينا روحنا نسرت مومو بن ناصر بليسي ونيتي اوبليجي دو جوي بن طالب زروقي، الوغ على بالنا بلي لا بير هذيك ما تمشيش اصلا، وشفناها جربناها في كاس افريقيا. فيما يخص عوار وشايبين، انا جوبونس بلي سي دي جوار اللي راهم يلعبوا في لو نيفو، واحد يلعب في البطوله الالمانيه والاخر يلعب في البطوله الايطاليه. نظن بلي انا نعطي لك بحكم الخبره مازال لهم الوقت باش يتاقلموا مليح، باسكو جو بونس بلي عوار ماهوش يلعب اون كونفيونس، شايبي نفس الشيء ماهمش يلعبوا اون كونفيونس. جو سي با دونك ميتنون سكي فا با، مي انا نقول لك يلزم لهم وقت، باسكو كاع نعرفوا لي كاليتي تاع عوار وكاع نعرفوا لي كاليتي تاع شايبي، مي اون ايكيب ناسيونال سي اوتر سوس. فيما يخص بونجاح، انا نقول لك بونجاح شفنا بلي أصيرتهم من فلي ماتش أميكو ما كانش يماركي، سيتي سليمان اللي ماركي دي بيت، مي في لاكوب دافريك شكون لقينا؟ لقينا بونجاح. أنا جوبونس بلي بونجاح إلا لو فلير، سي أن بون أتاكون، على بالك بلي ما يخفاش عليك بلي لعب البارح لونتينير لا دوموندي باش يديكروشي بزاف، باسكو لونتينير حب يخرجهم شوية، كان يقولو ديكروشي كنا نشوفو باش الآخرين يروحو في الظهر. مع ثاني كما ما يخفاش عليك اللي تي ان بو ايزولي بارابور لا دوزيام ميتون شفنا، باسكو سي دي ستيل. على بالك بونجاح ميتال مع بقره سي دو ستيل ديفيرون. بقره شفناه البارح تالمو اللي انتيليزون يخرج لديكروش يدير لابيل هذاك تاع 20 متر راح داير تشوف شعل القرب، باسكو لي رابيد كل واحد والبروفيل تاعو، كل واحد ولا فورس تاعو. ليدا اون ايكيب ناسيونال باش تتبنى ب ب ب ب ب بدي كريتير، كل واحد واش يجيب، واحد عنده جوتات، واحد عنده لا فورس كيما بونجاح شفنا في لي ديوال عنده لا فورس كلش يعرف بلاصي روحو. بقرار كي كيما يقول لك اللي راهو جاي كيف كيف، انا شفنا باللي سي لي زابيل تاعو اي سون تري تري دونجورو، كانت عنده ليفيكاسيتي البارح كان يماركي بون جو بونس مي صافي بارتي دو لين اكسبيريونس تاعو باسكو سي سون دوزيام ماتش اون ايكيب ناسيونال. مي انا نقول لك 80% ولا نقولوا 90% من هذه المجموعه اللي كانت في الـ في الـ في التربص تاع هذا مارس في تورنوا فيفا هذا، هي اللي راح يشتغل عليها المدرب بعوده بن ناصر، يشتغل عليها المباراه تاع جوان اكيد. ليس وحتى ربما نختم موضوع المنتخب الوطني بثنائي ابراهيمي وبنزيا. ابراهيمي العائد الى المنتخب اثبت بانه قطعه لا يمكن الاستغناء عنها، بانه قادر وكان قادرا في وقت سابق أن يفيد المنتخب.
ما نقولوش قطعة لا يمكن استغنائها، ولكن القطعة التي كانت تنقص المنتخب، يعني التنشيط الهجومي. دائما احنا مشكل التنشيط الهجومي، لاعبين عندنا ومهاجمين عندنا، ولكن هذاك اللاعب اللي وصل الكرات كما وصلها البارح البنزية وخلاه يعني يسجل، هادو هما اللاعبين يعني في كرة مرتدة واحدة اثنين عطاها له، وصل العمورة وصل كذلك وصل العمورة. هذا المستوى اللي ظهر به ابراهيمي، احنا نعرفوه ابراهيمي، احنا كنا نقولوا في السابق انه لاعب يشد الكرة كثير ويكسر لي زاكسيون اكيد، ولكن انك توجد لاعب اللي يقدر في لقطة يصنع الفارق ما كاش. يعني شفناها في المقابلة الاولى وين تخلوا وكما يقولوا فورس بينتراسيون وتخلوا مد كورة، ولا ثم هذا اللاعب معليش، المهم يعطينا اشياء ايجابيه واشياء اللي نقدروا نتفوقوا بها في المقابله. انا اما باش تقول لي لاعب يشد الكره كثير ولاعب عندي يكسر لي زاكسيون، هذا بروفيل تاع لاعب، وكل لاعب عنده يعني خصوصيه تاعو بروفيل تاعو. حتى نختم نعقب برك تفضل بخصوص ابراهيمي، انا نظن باللي لو دونجي اللي كان يديرو ابراهيمي كي يروح سور الكوتي، باسكو سي ان فان دريبلور وعنده بون كوداي لماركيت، ما يخفاش عليك بلي وصلنا واحد الوقت اللي كان يلعب على الكوتي بدون ذكر الاسماء باش ما يقولك ثاني كراو كونتر عليه، نعطوا له البالون يرجعوا محرز ها باش نتفاهموا. لا باش نكونوا كوراك، حنا ما نشوفوش الاسماء، ثاني نعطي لك لو بروفيل تاع ابراهيمي في الكوتي، باسكو انا عليه بوكو بلوس كي يجي للوسط، الوسط باش تمانوفري والدور سي ديفيسيل، راك شفت البارح جاي يدير ان كومونفي كونترول راحوا لنا بيت. مي كاينه حاجه سول كوتي ابراهيمي إلي طالونتيو، لا بروف برومي بيت كونتر لا بوليفي شفت منين خرج ان متر كاري، والبارح واش دار سول كوتي ولي باس ديسيزيف تاعو. انا هنا وين نسحق ابراهيمي، ابراهيمي نسحقو في لي 30 متر لا لي بيت ادفيرس اللي عنده لو كوداي عنده. انا نشوفو باسكو سي انا شفت شغل البارح لونتينور عطالو اون ليبرتي كيما اللي راهو ديها في ليكيب تاعو في قطر، ساعات تلقاه منا ساعات تلقاه منا ساعه يجي الوسط، علاش يحوس على لو ترو لا فاي هذيك، باسكو ابراهيمي لا دار لي بيت جواليب فوالا عنده لو بون كونترول، الى دار لي بيت ابراهيمي يقدر يتيري يقدر يدير اون باس ديسيزيف. سي كالكان لي انا نقول لك شي كان خاصنا بزاف في الفريق الوطني اكيد. ابراهيم حتى نختم يعني الحديث عن المنتخب الوطني، يجب ان نتحدث عن بنزية، هذا اللاعب الذي عاد يعني لو صح التعبير عاد الى الحياه، لانه تعرض الى حادث مرور وبترت اصابعه، لكن في نهايه الامر عاد الى المنتخب وعاد بعد خلافات مع الناخب الوطني السابق بالماضي. يعني بنزية من الله يسهل عليه البارح يعني ابدع وامتع. شوف والله ما نحبش ان نجبد على الناخب الوطني السابق وكلش وكذا، بصح دي فوا تتحتم عليك. جمال بالماضي لا مارجيناليزي بوكو دو جوار، فو دير لا فيريتي، كاين دي جوار ما عطاهمش كاع لا شونس باش ميم با يشوفهم باش يكون في علمك. دوكا هادي يعيطوا للعداله الالهيه، هذا لو كا تاع بنزيا يذكرني بسيباستيان الير تاع الكوت ديفوار اللي ولا ان كونسير، سي وما يخفاش عليك يفو سالويتانيك سي تان جوار اللي قاعد محافظ على لو بون ريتم تاعو، باين بلي كان يترافاي سيريو يخدم ميم راهو في فريق فوالا في اضربيجون اللي ماشي شامبيون كبيره، ولا نظن بلي لو سيريو تاعو اللي خلاه البارح يمد اشياء كنا نفتقدوها في باسكو تحب ولا تكره. سي تان جوار اللي افيكاس عنده، شفت ان كونترول البرومي بيت ان كونترول ما حبش يفهم، دوزيام بيت سي انا جاب لي ربي راح يكون مرشح لجائزه بوشكاش في الفان داني، باسكو فريمون البيت تاع البارح اللي سونتيو عندنا بزاف ما شفناش دي بيت كيما هادو. انا نظن بلي العداله الالهيه عاود رجعت ياسين بزيا، ولا بروف اشاك فوا يماركي راه يدير في دي دول سما صافي تو دير. اكيد ابراهيم، وبهذا نختم الحديث عن المنتخب الوطني، وسنتحدث الان عبد الباسط عن البطولة الوطنية، ولكن سنتحدث عن الفضيحة إن صح التعبير التي حدثت في مباراة مولودية البيض أمام اتحاد واتسوف، مباراة من 5-0 في الشوط الأول إلى 5-4 إبراهيم شاوش، وبلقطة غريبة تشاهدها الآن على الشاشة. ما أنا ما قدرتش نفهم اسكو الجوار سمع الصفارة ولا كانوا عيانين واقعي البالك صيام.
يعني هنا انا يعني بصراحه اللي خسرت على حساب الجست اللي داروا قالوا داروا قالوا قالوا ماشي سيفليت على حساب الجست اللي داروا الاخران يعني شفتوك انا مش لقطه من قبل مي هذا وين لا شوف كل حال حبس باسكو كوم سي سمع سفاره شوف هبط راسه والله اعلم الانسان ما على كل حال هادو سيدي سيدي زيماج اللي بينو بلي البطوله تاعنا راهي بعيده على الاحتراف اولا وثانيتها يعني نقول لك الصيام مخلط بالالزهايمر مرض النسيان باسكو ان ديفونسور لا بال في 6 متر ما تسمع الصفاره ما تمدش ظهرك هذه كي تسمع الصفاره ما تسمع ما تمدش ظهرك باسكو تقدر الصفاره تجيب لي تريبين مي انا جو بونس بلي اتحاديه لازم تضرب بيد من حديد باسكو ميصرا واحد الامور هذه بالك رانا شفناها مي وش صاري في القسم الثاني لقطت هذه عينه برك فوالا هذه عينه بسيطه اليوم الياس تم يعني لجنه الانضباط قررت استدعاء يعني 10 لاعبين 5 لاعبين من فريق مولوديه البيض وخمس لاعبين من فريق اتحاد واتسوف يعني للاستماع الى اقوالهم يوم الاثنين الفاتح افريل ان شاء الله يعني هذا ما يثبت انه يعني الاتحاديه يعني راح تضرب بيد من حديد او انه مثل القضايا السابقه ليقولوا بانه عفوا سنفتح تحقيق ثم بعد ذلك لا يحدث اي شيء. لا هذه الاشياء ولات عاده في البطوله الثانيه يعني ماشي من اليوم ولا ماشي من هذا الماتش ولا لكن الشيء الغريب انه في شهر الفضيل في شهر رمضان احنا نحصلوا في الصيام ولا نحصلوا في اللاعبين ونحصلوا في هذه الامور عيب نزيدوا نشوفوهم لانه خلاص ما بقاتش هذيك تاع تشري وتبيع ولا كلش مفضوح حتى ولما تحب تدير حاجه هي مفضوحه يعني احنا نقدروا نهضروا عليهم دوكا نهضروا عليهم السمانه الجايه يعني الاشياء ما تغيرش ما دام ما كاش عداله ما كاش يعني الردع كما نقولوا حنايا تبقى هكذا اشياء كيما هذه احنا ماناش مع كونتر البيض ولا كونتر واتسوف احنا راه نتكلم عن صوره لو كنا تاني كره القدم الجزائريه مدينا لهم الماتل مدينا الماتل بواتسوف في الجولات السابقه انه ما كانوش عندهم بزاف لي بوين بصح كانوا يضربوا تحس باللي راه محبين يضربوا يريسبكت لي تيك سبورتيف هذا ما كان يحترم قواعد اللعبه وقانون اللعبه ويحترم الفريق تاعو ولكن كي نشوف باسكو طيح معليش ماهيش عيب طيح تعاود تطلع تعاود تطيح هي لا غالب كاين دي زيكيب طلعوها خمس خطرات هبطوا خمس خطرات ماهيش مشكل صح ولكن دي زيماج هذوما ما يقدروا يديروا له تور تاع لي فوازان تور تاع لافريك ما نقولش تور دو موند مي هادو يضروا بسمعه الكره الجزائريه اليوم اللي حبينا نسوقوا البطوله ماشي بهذا الامور اللي نسوقوا البطوله الوطنيه فيما يخص الاتحاديه ما متكونفوكي دوكا لي جوار ما كي ما تكونش ادله من الموسى ما عندك ما دير دوكا تسبوندي انت جوار تقول له مدي ظهرك لجنه الانضباط تسبوندي هذا جوار تقول له مدي ظهرك علاش حبست فهمني يقول لك انا كنت صايم حبست يقول لك سمعت سفاره واش حدير له تسبوندي ليدا انا قلت لك مخصوصين ادوات الجزائر مخصوصين ادوات معناتها لجنه مكافحه الفساد اللي تراقب المباريات اللي تشوف باسكو نسمعوا كاع نسمعوا بصح البروبليم جامي لقينا واحد الا ايتي كونداني بور ان في قال بعت ولا شريت نسمعوا قضايا بصح ما كاش تقعد غير هضره من بعد المجرم والناس ينساوها والسلام عليكم الاشياء كيما هذه النور احنا في وقت كما يقولوا كنا اماتور ما كاش اروح العب ماتش 90 دقيقه اروح الان كلش دراهم دوكا يعني انت ما دام تخسر دراهم وتجيب لي جوار ودير لي ستاج ودي مليار ودي مليار وتصيب دي جوار ولا سوا ديزون دي ديريجون يديروا واش يحبوا في لي كلوب صدير يبيع كيما يحب يجيب كيما يحب صدير هذه ولات كيما يقولوا ما كاش رقابه تسمى هذه الهيئه اللي راهي مشرفه على كره القدم تقعد كل عام هكذا نما على الاقل دير لجان خاصه في مرحله العوده احنا دائما الامور هذه في مرحله العوده فلاني ملائكه كلش فلاني ملائكه كلش يتفضح اللي حاب يدخل دراهم يسنى الروتور اللي حاب يطلع يسنى الروتور اللي حاب هكذا راه ماهي مفضوحه تسمى الا ما كانش فيه رقابه ولجان وخاصه ما حش يكونوا كاع لقاءات دائما تلقى لقاء في جوله تلقى لقاء او اثنين مصيري في هذوك اللقاءين لازم يكون فيهم العسه فوالا فيهم لجان مختصه تراقب كل صغيره وكبيره في هذه الفرق ومام القانون لازم يعدل باسكو علاه
انا كي نقبض الفعل المجرم واش ندير؟ نهبطهم في زوج. هاي والله. مي احنا البروبليم تاعنا اش قلت لك؟ القانون القانون في الرياضه شفت في الاتحاديه القانون في لجنه الانضباط ضعيف، ما عندهمش لو كوراج. هاي صرات ديجا لافير تاع لا تشفاعين فكرون هبطوهم وبعد عاودوا راحوا للطاس عاودوا. اش قلت لك اليوم انت كي قبضوا فريق جوفنتوس هبط مارساي نحاولوا لا كوب دوروب. الاشياء موجوده قال الاتحاديات عندها اليوم. الا ما ديرش قانون قوي وردعي ما درت والو. تبقى هكذا كل عام. ابراهيم نتمنى ان يعني تتم اصلاح المنظومه الكرويه في الجزائر بقرارات يعني حاسمه. الموضوع الاخير في عدد اليوم ايضا موضوع يعني حساس جدا لانه يتعلق بوفاه لاعب شاب لم يبلغ من العمر يعني 17 سنه، يعني اللاعب الذي يظهر في الصوره وسيم جزار يعني توفي فوق أرضية الميدان. إلى هنا كل شيء عادي. لا لم يتوفى فوق أرضية الميدان، عفوا تعرض لإصابة فوق أرضية الميدان، نقل إلى المستشفى، بقي في الغيبوبة لمدة أسبوع تقريبا، بعدها غادر الحياة. يعني إبراهيم اليوم في محكمة مروان وكيل الجمهورية البيان الصحفي يظهر خلفي وخلفك، يعني أمر بفتح تحقيق في القضية. والله شوف تكلمت في الحصة السابقة مع أخونا نازيم على المشكلة هذا وقلنا باللي سيقرا في لان 2024 مازال نشوفوا أمور كما هادو وتفقد شباب شاب كما هدايا اللي راهو في كما يقولوا في مستقبل العمر تفقدوا بطريقة كما هذه. ما كاش أمبيلونس، الماتش على 12 في رمضان. يا أخي نظن أنا اليوم يفوتيري لا سون الضرر ولو بلو غراف لو بلو غراف لو بلو غراف سيكو ان نازيم قاضيك مقدم الحصه دار واحد المقدمه وبعد على اثرها عيط له رئيس رابطه باتنا وهددوا بالعداله. يعني في الجزائر كي تهدر وتنتقد يهددوك بالعداله. يعني احنا اللي ما درناش خدمتنا وحنا اللي ما جبناش لومبيلونس وحنا اللي لعبناهم على 12 وحنا اليوم علاش قلت لك تفاجات كي قال لي نازيم قاضي قال لي عيط لي وهددني بالعداله باللجوء الى العداله. سي سكوبي غراف يعني وجوههم صحاح يلعب ولاد الناس على 12 لومبيلونس ما كاش لاربيت ما على باليش ميم با الى اربيت اوفيسيال ولا بينيفول سوانيور الى كان ولا ما كانش طبيب الى كان الى ما. هذه كلها امور تدخل في لا ريورغانيزاسيون دي سبور اماتور باسكو ما يخفاش عليك هادو فئه شبانيه باسكو كي تروح تشوف مثال نعطيك مثال النهد لوسما ولا مولوديا جياسكا تلقى لومبيلونس تلقى ما لازمش الاشياء هذه في مستوى يعني تحت تصيبها لا جوستومون نو بصح ماكش فاهمني. احنا شوف معليش لو بروبليم وراه الياس انا اللي جاتني بلو غراف سي كو في رمضان باسكو انسان كي يلعب صايم يقدر يتعرض لضربه شمس باسكو على 12 كانت سخانه يقدر يطيح يسرح لك يا سيدي وبلع لسانه. اليوم الى ولات لومبيلونس حاجة كبيرة ما لا غير نحبسوا الفوتبول. أمبيلونس تجي للستاد كاري ساعة ونص ما كانش مشكل تعاود تنوض لومبيلونس ينوضوها ويعاودوا يروحوا اون اور ادمي في السمانة. ماناش نقول لك في لونترينمون تجيب لومبيلونس خاطر نورمالمون في البلا في الأندية في البطولات اللي تحارم روحها تلقى في التدريبات تلقى لومبيلونس كاينة باسكو اللاعب يقدر يتعرض إصابة في التدريبات. مي احنا ما قلناش في التدريبات قلنا نهار الماتش. ديجا الحاجة الأولين كيفاش تلعب ولاد الناس 17 ans تلعبهم على 12 هذه الاولى. لا دوزيام دي شونس كيفاش الامن يستدعي الحاكم المباراه يقول له كيفاش اعلنت بدايه المباراه بدون حضور سياره الاسعاف؟ اول مسؤول سي الحاكم باش راح نقولها لك والديليغي اول مسؤول عند الامن اليوم لازم يحقوا معهم سي لاربيت ولي ديليغي باش علاه غدوه مغدوه كي يبداو يلعبوا لي جان ما تكونش لومبيلونس ما نلعبش. وفي حال انه كان الحكم مثلا بينيفول ابراهيم لا على حساب لا توني ماهوش بينيفول باسكو نعرفوا كي يكونوا دي زاربيت بيننا نروحوا نتفرجوا شبان كي يكون بينيفول تلقاهم يعطوا له شازيب يديروا له شازيب يعني لون دوسار لون مختلف. هذا لاربيت راهو بالطاقم التحكيمي تاعو لذا لازم تكونفوكيه وتقول له علاش ابراهيم علاش بديت المقابله بدون حضور سياره الاسعاف. ابراهيم شوف هذه الاشياء كاينه في الجزائر كاينه ماشي غير كاينه كاينه وتقعد كاينه والى يوم الدين. انا نقولها لك حنا نقعدوا دي زاماتور. الشيء المؤسف انه رانا في شهر الصيام وتلعبوا مع 12
اكيد اكيد راح يكون هناك اشياء مضره، يعني اللي جوار كاين اللي طيح ينصرع، كاين اللي كما يقولوا ما يقدرش، كاين اللي ما تصحرش كاع مسكين، كاين الزاميا تكون سياره اسعاف يا سيدي غير في رمضان معليش، مادام تلعبوا مع 12 ديروها غير في رمضان، بعد في الفطار معليش يكون صايم ولا فطر معليش، في رمضان وما كاينش سياره اسعاف، بعد يقول لك قضاء الله وقدر، ايه احنا سبه قضاء الله، احنا قاعد نؤمن بالقضاء، لكن اسباب الاسباب هذه هي تخدمت الشبان الياس، راك تعرف الكوارث انا عارف التنظيميه وما يتسقموش الامور الموجوده ديفوا 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 كابر وتسنى الامبيرونس ربع ساعه فامينت باش تجيك كابر متصل ابراهيم ضربت ميسيفليش حتى تجي الامبيرونس دير الروطار ربع ساعه قاعده، هذه الاشياء اداريه، هذه الاشياء تنظيميه، لا هو قانون تانيك اتحاديه باش تعرف حاجه فيما يخص التحكيم، مام ناسيونال اللي ما كانش لومبيرونس ما يتلعبش الماتش، خويا انت راك حاكم طالع شاب راك جاي اكثر بيتري في ديكادي مثال، خويا قال روح جيب لي لومبيرونس نبدا، ما تجيب ليش لومبيرونس السلام عليكم، فكروا اللي كيس بولاد الناس، فكروا اللي ضربه ثاني صرات غير هنا ما عندهاش بزاف عوامات اللي خرجوا تاع لوبليغاسيون تاع لاباري تاع الالكترو كارديوغرام ولا غير حصلوا حتى صرات مات ولا حتى مات واحد وبعد دوك ورا ما كاش الالكترو كارديوغرام سي بون عاود يسوها باسكو علاه كي يدير اري اري تكر الحاجه الاولى اللي تحقق الالكترو كارديوغرام كي مات لنا جوار مع باليش وين مات اريت كور اريت كور صاري في حاجه تاع ربي قلب مات توفى في انتيرا صاري اللاعب تاع لازمو لا لا اي وقيل لازمو ولا مستغانم ولا كيك شويه هذا لازمو كيف عقل معليش مانشستر سيتي فقد لاعب فوي ازمه قلبيه مات سور تيرا في لونجلوتا مي هذاك اجل هذاك اجل اليوم تقول لهم جيبوا لي الكتروكارديوغرام هو غالي انت نادي ما عندوش من بو 10 ملايين في الخزينه ويدير 40 مليون الكترو كارديو خلاص العام يبيعوه صح واش يديروا كان دي كانوا يكروه معليش يجي لاربيتي فيري في بلي كاين يبدا لا بارتي ومن بعد شويه ضربوا لنا حيت تما هما كيفاش حنايا نمشوا بلي سيس كونستانس معناتها واش انا نقول لك انا معتسنا كي تصرا حاجه لا مات واحد بالقلب جبد لهم حكايه تاع الالكترو قال جيبوه تبعه يغفلوا واحد 6 شهور مات لنا هذا دوك لومبيلونس دوك السمانه الجايه كات لومبيلونس تلقى في الصطاد ربع ومن بعد ينساو شويه يموت لنا واحد اخر ما على باليش انا كيما مات قاسمي الله يرحمه بالراس يجبدوا لنا عفسه يا اخي طبقوا قانون هذا اسمع هذا هذا من باب سورتو في الدراري صغار سورتو في الدراري صغار سورتو في الدراري صغار سير انا هذه اللي قلت لك في رمضان تما كيفاش يقول متزارة وديجا زيد نقول لك حاجه العام اللي فات علاش حبسوا الشامبيون في رمضان ما تلعبتش كاع صرات حاجه ايه ما تلعب صرات حاجه انيلوها كاع قال لك كيفاش يلعبوا 11 تاع النهار في رمضان دراري صغار صرا ماساكر كاين واحد ليكيب لعبوه مع التسعه كيف لعبوه مع التسعه وراهم طايحين في رمضان وراهم طايحين مساكن ونقول لك لعبوا في الصحراء لعبوا في الصحراء على التسعه تاع النهار ديسيدات لا فيديراسيون ولا لا ليغ ولا حبست حتى مولعيت معليش اليوم كيفاش عاودت ولات البطوله في رمضان فهموني مدوك يكونوا يحبسوها كي شافوها هكذا يحبسوها اي راهي ديال البطوله راه تحبس تاع لي جان اوفيسيالمون في رمضان كاش سي با نورمال با نورمال واش يصرى علينا نهضروا هاو ليك طفل صغير مسكين زاد راح ومازال بالك يكونوا واحد اخرين ديكا سيميلار اللي راح نشوفوهم هذه ماشي تورنوا تورنوا قال ما تقدر لعبنا بيناتنا لعبنا بطوله يا صاحبي راهي بطوله جهويه فيها لي ديزاربيت فيها الاخر ما طبقش القانون اكيد ابراهيم الياس يعني أمور لا نحبذ أن نراها مجددا في كرة القدم الجزائرية يعني سواء كانت المتعلقة بالأمور التنظيمية وكذا بالأمور يعني المتعلقة بمجريات المباريات فوق أرضية الميدان إبراهيم إلى هنا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج قصر سبور الياس عندك كلمة أخيرة تفضل والله مرة ثانية أقول لكم صحة رمضانكم إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة هنا إن شاء الله ابراهيم صافي بليزير كيما قال واحد عندي بزاف ما دغيتوش خويا حاجه واحده اخرى نتمنوا كلام مع المنتخب الوطني نتمنوا انه الناس سواء محللين سواء لاعبين قدام انهم يلتفوا وراء المنتخب هذا المنتخب يعني منتخب تاعنا المدرب يروح ويجي اللاعبين يروحوا ويجي والمنتخب تاعنا يعني دائما نكونوا ايجابيين ما نسرعوش في القرارات ما نديروش اشياء اللي تضر المنتخب ان شاء الله كما يقولوا نمشيوا للامام وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله ابراهيم كلمه اخيره تفضل ولا غير نكمل في نفس المنوال خويا باسكو فكرني الخطره اللي فاتت كي هضرت على قضيه محرز بعض اليوتيوبر خارج الوطن اللي كانوا يقدسوا في النخب الوطني اللي فات انا نقول لهم من هذا المنبر برك هذا منتخب تاع بلاد
حنا رانا مع المنتخب ما رناش مع اكس ولا مع ايكراك، الاحسن يجي يلعب، اللي يشوفه اللي يكون عنده لونفي يجي يلعب، اللي يحب يجي يلعب في فريق اطوانيا مرحبا به، ولكن تقديس الاشخاص هذيك من الماضي جمل بالماضي، السلام عليكم راح. دوكا كاين مدرب جديد، خلونا من اللي حبيتوا ديروا باش، باسكو عشتوا 5 سنين عطيني النيميرو تاع جمال، بعث لي النيميرو تاع جمال على بالنا والميساج هذا راح يفهموه، حبيتوا ديروا لي في طلعوا لي في على روحتكم. ولكن بالنسبه انا ليا الحاجه اللي نشوفها تنفع المنتخب الوطني نهضرها، والحاجه اللي نشوفها تضر المنتخب الوطني نهضرها. وصحه سحوركم. اكيد ابراهيم صحه سحورك، شكر موصول للمخرج عبد الباسط طوبة الذي اشرف على هذا العدد، شكر موصول ايضا لمشاهدينا الكرام الذين يتابعوننا من داخل وخارج الوطن. صحه سحوركم وتصبحون على الف خير. هذا البرنامج برعاية الشيبس رقم واحد في الجزائر لوكس. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.